لمزيد من التفاصيل بشأن تعطل حركة الطيران الأمريكية نتحول مباشرة إلى الزميل أحمد بشتو. أهلا أحمد. شكرا لك ياسر ومنى ومشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم. أذهب مباشرة إذن إلى ضيفنا عبر سكايب من الكويت الأستاذ رونالد أبي نجم الخبير في أمن المعلومات السبرانية. أستاذ رونالد، يعني انتهت المشكلة في الولايات المتحدة بعد تأخير 7000 رحلة وتعطل حوالي 4000 رحلة دون أن يعرف السبب لنظام يعمل منذ عام 1946. برأيك ما السيناريوهات المتوقعة وقد قيل إنها ليست على الأقل هجوما سبرانيا؟ أستاذ رونالد تسمعني الآن؟ يبدو أن ضيفنا في الكويت الأستاذ رونالد أبي نجم الخبير في أمن المعلومات لا يستمع إلينا بشكل واضح، لكن على أي حال المشكلة التي طالت المطارات الأمريكية اليوم ولعدة ساعات أدت إلى تأخيرات كبيرة والتعطل في حركة الطيران ذهابا وعودة، إقلاعا وهبوطا، مما أدى إلى تأخر آلاف الرحلات وإلغاء بعضها. وربما نسأل الآن الخبير في الكويت الأستاذ رونالد أبي نجم خبير أمن المعلومات السبرانية عن السبب لنظام تعطل فجأة برغم عمره المديد منذ عام 46. ما السيناريوهات برأيك؟ أول شيء مساء الخير لك ولكل المشاهدين. بطبيعة الحال يعني كنا عم نشوف الرئيس الأمريكي تدخل شخصيا بهذا الموضوع، وكل التحقيقات هلا ناطرة تنشوف شو النتيجة. هلا ما في ولا أي جهة بتقدر تتهم إذا هذا هجوم سيبراني أو عاطل تقني، لأنه بدنا نعمل شيء بنسميه فورنسيك انفستيجيشن، أي إذا بدك التحقيقات الجنائية الإلكترونية يلي هي بتقدر بتحدد، بتشوف كل اللوكس، بتشوف كل التفاصيل، فتقدر تصنف إذا هذا عمل تخريبي. وتم تحديد إنه إذا هذا عمل تخريبي أي عملية سايبر أتاك هذا بمثابة إعلان حرب. بس أنا برأيي الفترة الزمنية اللي صار فيها العطل وترجعوا مشوا السيستم ورجعوا الطائرات طلعوا، لو كان في هجوم سيبراني وهالقد هم في خشية من هذا الموضوع ما كانوا بيجوا بيسمحوا للطيران يطلعوا، لأنه في خطر كتير كبير على الطيران. طيب قد يكون النظام بالفعل تقادم وهناك الحاجة لنظام جوي مرن كما قال بعض الخبراء. صحيح، بطبيعة الحال نحن بس نكون شوي واعيين، بس يكون عندك سيستم عم يكون عم يمشي على مدار السنة من دون ولا أي يوم تعطيل. نحن بالتكنولوجي وبالسيستمز ما في شيء اسمه 100% آمن، ما في شيء اسمه 100% availability. يعني قد ما يكون السيستم عم تشتغل عليه وعندك أفضل infrastructure وأفضل network وأفضل كل شيء، إذا ممكن تكون عم تعمل upgrade على السيستم، عم تطور فيه، عم تزبط فيه، ممكن يكون تعب السيستم أو شيء، ممكن يؤدي لعطل تقني. هول الأمور بتصير بالأمور التقنية. هلا أهم شيء بهذا الموضوع التحيات اللي هي رح تأكد يا عطل تقني وبحاجه سيستم لسيستم مدن مثل ما سبق وذكرت حضرتك وتم ذكره بالتقرير، يا انه اذا موضوع هجوم سيبراني هذا يعني بمثابه اعلان حرب ضد الولايات المتحده. وهذا ما قالته الولايات المتحده، اذا كان الهجوم سيبرانيا فهو هجوم حربي كما وصفه المسؤولون الامريكيون. لكن هل تعتقد ان التبكير بفرضيه انه ليس هجوما سيبرانيا هو ربما نوع من الخجل عن توصيف كهذا في دوله كبيره كالولايات المتحده في قطاع مهم في قطاعاتها؟ أنا بالنسبة لي ما في ولا أي جهة رسمية بتقدر تطلع بهيك قرار وتقول إنه مزبوط في هجوم سيبراني قبل ما يكون عندهم كل المعطيات. وتقدر تكون أنت عندك معطيات كاملة عن هجوم سيبراني بهذا الحجم، بده يكون في عندك مثل ما قلت كل الإثباتات، وخاصة نحن بعدنا على بعد ساعات من الحادث. يعني بعد كل إذا بدك الأشخاص اللي المفروض يكونوا عم يحققوا بالموضوع بعضهم عم يكونوا عم يطلعوا على اللوجز وعلى كل الملفات ويراقبوا كل شيء صار تيعرفوا شو سبب المشكل. فأنا برأيي مش خوف، وتحديدا بهذا الموضوع ملزمين الولايات المتحدة الطيران انه يقدر يبلغوا اذا كان في هجوم سيبراني. ما فيهم يدعوا شيء ثاني او يقولوا في عطل تقني، ملزمين يقولوا انه كان في هجوم سيبراني، مين سببه وشو صار وشو النتيجه وقد ايه كان الضرر. طيب بالتوازي مع هذا الحادث او هذه الحاله استاذ رولاند، في الكويت اضطرب نظام البريد الملكي وقيل ان السبب هو حدث سيبراني دون تحديد ما هو الحدث، ما هي ماهيه هذا الحدث. هل تعتقد أنه هجوم في هذه الحالة في نظام عتيد أيضا وقديم كنظام البريد البريطاني؟ هون شوي بنظام البريد الإلكتروني البريطاني شوي مختلف، لأن هن حددوا سايبر إنسيدنس، أي مثل ما حضرتك ذكرت حدث سيبراني، لأنه كمان هن بهذا الموضوع ما فيهم يستبقوا الأمور، بس اللي كان مبين عندهم إنه الشيء اللي صار معهم هو
اجمالا معترف فيه انه هذا النوع بيصير بسبب هجوم سيبراني، بس ما بيقدروا ياكدوا هذا الموضوع، فكرمال هيك لان هن صار عندهم بطء شديد وممكن يكون تعرضوا لنوع نحن بنسميه ديدوس اتاك، ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس اتاك، اللي بيكون في بيركبوا ضغط كثير كبير على الشبكه لتكون الشبكه تصير كثير بطيئه وتتعطل. الضغط على الشبكه يختلف كثيرا عن الهجوم عن الشبكه، والسببان يعني قد يكونان معروفين بشكل ما او واضحين في التحليل. لا هو توضح شغله، الديدوس اتاك اللي عم بحكي عنه هو مش يعني الضغط طبيعي، هو ضغط يعني كانه انت ممكن اي سيستم يستخدم 100,000 يوم مستخدم نفس الوقت 200,000 مليون بيقدر يكون كانه في كانه مليارين مستخدم بنفس الوقت عم يجرب يفوتوا على السيستم، فالانفراستراكشر او النتورك او اي شيء ممكن يتعطل، وبرجع بقول لك هذا بعدنا باطار التحليل، ما في شيء ضغط متعمد تقصد. 100% ضغط متعمد صحيح 100%، وهذا الشيء هن بعدنا عم بيقولوا نحن اخترنا الكلمات المناسبة سايبر انسيدنت وما قلنا سايبر اتاك لانه بتفرق كثير بالكلمات، وناطرين كمان مثل ما ذكروا بالتقرير انه في خبراء من الامن السيبراني ببريطانيا ومن خارج بريطانيا تحققوا بهذا الموضوع. طب عموما يعني فكره الامن الكامل، الامن المعلومات الكامل، هي فكره يعني غير وارده في اي نظام الكتروني يتعامل بهذه الاحجام، هل هذا صحيح؟ 100%، نحن ولا ممكن بأي لحظة من اللحظات نكون 100% آمنين، دائما كل الشركات وكل نظام الأمن والحماية بيعملوا شيء بسموه إنه نحن بدنا نخفف الريسك تو مينيمايز السايبر أتاك، الريسك أوف سايبر أتاك، بس ما فينا نمحيها، وأكبر برهان على هذا الموضوع كنا نتذكر الهجوم السيبراني اللي صار على وزارة الخزانة الأمريكية، واللي كان هجوم مش مباشر على وزارة الخزانة الأمريكية، قدروا عملوا هجوم على الشركات يلي بتأمن أنظمة أمن وحماية لوزارة الخزانة الأمريكية، ومسكوا منه شركات سولار وينز وفاير آي ومايكروسوفت وغيرها، يعني حتى الشركات اللي هي بتشتغل تتأمن أنظمة أمن وحماية للمؤسسات وللحكومات وللشركات هي بدورة معرضة للاختراق، فهذا الموضوع ولا ممكن ولا بأي لحظة نكون نحن 100% آمنين. كخبير أمني أستاذ رونالد، يعني هذه القطاعات الكبيرة الحيوية التي يعني يعمل عليها آلاف الناس وتخدم ملايين الناس يوميا، كيف يمكن حمايتها؟ هل بتجديد النظام كل فترة؟ هل ربما بتقسيمه إلى قطاعات بدلا من أن يكون على نظام واحد فقط يتم التحميل عليه أو التلاعب به؟ هلا هو كل اللي حضرتك ذكرته هن انا برايي اسباب كثير مهمه للواحد يخفف من السايبر اتاكس، يعني هلا كل الشركات بتتبعوا شيء بنسميه زيرو تراست ميثودولوجي، يعني انا ما مفروض اوثق لا بسيستم ولا بفاير وولات ولا بشركات حمايه ولا بشيء، دائما بدي انا اكد كل شيء عم بيصير اعتبر كانه باي لحظه في علي اتاك، بس دائما بنذكر بالشغله كل العالم تتكل انه تخلي التكنولوجيا تحميها، انا بجيب شركات اهم الشركات بالعالم كلمات تحميني، بس دائما المخترقين بيستغلوا اضعف نقطه بكل انظمه الحمايه اللي هي عامل البشر للاسف، لانه قد ما تكون انت عندك افضل انظمه حمايه بالعالم، اي مستخدم اي غلط من المستخدم ممكن يكلفك عمليه اختراق كثير كبيره، وحتى زياده عن هذا الموضوع حتى انظمه الامن والحمايه ما هم عم يعملون مبرمجين واشخاص، والأشخاص ممكن يعملوا أخطاء بالبرمجة وممكن كمان هذه تؤدي لعملية اختراق، فكمان هيك هذا السبب اللي ذكرته، الخطأ البرمجة خطأ البشري بالبرمجة والخطأ المستخدمين اللي هن عم يستخدموا هالبرامج هن أكثر أسباب بيستخدمون بيعملوا شيء بنسميه سوشيال انجينيرينج، أي المخترقين بيستغلوا الأخطاء البشرية لاختراق أهم السيستمز بالعالم. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من الكويت الأستاذ رولاند أبي نجم الخبير في أمن المعلومات السيبرانية، شكرا.